برنامج في محافظتين حاليا، محافظه اسيوط ومحافظه سوهاج. بنتارجت البنات او بنستهدف الفتيات من سن 10 ل 14 سنه. هي مبادره لتمكين الفتيات اجتماعيا واقتصاديا. بنبدا نعمل معاهم برنامج تدريبي مدته 40 اسبوع، نتكلم معاهم ونعلمهم ازاي يدخلوا ويحوشوا ويعملوا مشروع صغير يقدروا يستفيدوا منه ويحوشوا منه، يقدروا ازاي ده غير تحويشه. ده برنامج مخصص للبنات الصغيره، بحيث ان هم لما يكبروا يبقى عندهم المهارات الاساسيه ان هم ازاي يعرفوا يحوشوا، يبداوا مشروعهم صغير، يدخروا وينظموا وقتهم، يذاكروا ازاي ويلعبوا امتى، بحيث ان هم برضو يقدروا يتفوقوا دراسيا. عندنا منصة إلكترونية وبنبعت كمان حد يصور لك المنتجات بتاعتك عشان انت ممكن ما تكونيش عارفة تصوريها، وبنحطها لك على المنصة. احنا مشتركين مع ايادي مصر. طيب كويس، ما انتوا مشتركين اهو. طب هل بتسوقي كويس من خلالها؟ والدتي، وانا اتعلمت الحرفة منها، ف هي رائدة حاليا. برضه بنزل معاها في المعارض وكده، وكمان يعني كنت مشتركة اصلا في المنصة، لسه باعتين الاسم في المسج. طيب كويس. هم مهتمين كل شوية بيبعتوا. هم انا كنت الرائدة الكبيرة، بعد كده هي بقت الرائدة الصغيرة تبع وزارة التنمية المحلية. برافو عليك. طب طب كويس. ان شاء الله ان احنا كل المحافظات اللي على الساحل يبقى فيها منطقه شاطئيه لذوي الهمم، يعني القياده السياسيه بتهتم في موضوع ذوي الهمم ده، ان احنا نساعدهم. يعني انا شايفه برضو اتاحه، كلمه الاتاحه دي ان احنا لازم نعمل وسائل معينه تتيح لذوي الهمم انهم يقدروا ينزلوا الميه، يقدروا يلعبوا. بس هل بقى حضرتك ممكن هنا نعملها مثلا مكان ان احنا نحاول ان احنا نشوف المواهب اللي موجوده في المحافظات زي في الجامعات؟ عندنا ثلاث اماكن. عندنا المكان ده للمسرحيات، عندنا الارينا اللي احنا عملناها جديد دي بتاخد حوالي 30,000 واحد، بس عملناها ناحيه ثانيه الطريق عشان ناحيه ثانيه الطريق. يعني الاول كانت الناس كلها بتيجي على هنا، دلوقتي حطينا هناك الارينا الناس تبتدي تروح على الناحيه الثانيه من المكان. وعندنا المسرح الروماني، هو ده اللي بنحط فيه المواهب. ده المسرح الروماني بنحط فيه المواهب وبنحط فيه برامجنا الكبيره. يعني انت بتتواصلوا مع المحافظات تبعت لكم المواهب اللي عندها؟ متواصلين مع كل الناس الحقيقه. احنا المنظمه للمهرجان السنه دي، يعني سواء مع الوزارات سواء مع المحافظات، بتتواصل مع كل الناس. كويس. المسرح الباك ستيج بتاعه حلو جدا. طبعا احنا طبعا عاملين كل الشاشات عشان تقدري تغيري، بيغيروا الديكورات من غير ما نشيل ونحط بقى زي صح. لكن المعلومه دي هو طبعا ما يعني اتفرج معاك بس ماليش في الكوره يعني. حضرتك الفكره اللي احنا قلناها لطلاب الجامعات المصريه ان هي تنقسم من محورين. المحور الاولاني ازاي هم يقدروا يعني يكون بالنسبة لهم اللاندسكيب الجميل اللي موجود في مدينة العالمين دلوقتي، ده هو بيكون المنطلق ليهم للحد بتاعتهم، أو يعملوا مزيج من اللي هم شايفينه هنا في اللاندسكيب مع القضية الفلسطينية، بما إن المهرجان العالمين الجديدة هو السنة دي بيرعى القضية، وإن 60% من أرباحه رايحة لدعم القضية الفلسطينية. تمام. مساء الخير.
اهلا وسهلا بيكو. انا جيت هنا السنه اللي فاتت، بس كل سنه باجي بلاقي الدنيا اتغيرت خالص. سعيده بالتنميه اللي انا بشوفها. كمان زي ما بيقولوا كده، هو من السهل ان احنا نحلم، بس من الصعب ان احنا نحقق الحلم. بس لو في اراده وتخطيط، احنا بالتخطيط والاراده احنا حققنا الحلم ده. يمكن كانت القياده السياسيه ليها اراده قويه انها تطور الساحل الشمالي وتطور مدينه العلمين، وبالفعل ده حصل في وقت قصير جدا، وشفنا النهارده مدينه العلمين بالجمال ده. النهارده نقدر نقول ان مدينه العلمين هي دره البحر المتوسط، وكمان باللي احنا شفناه النهارده ده، احنا قدرنا، مصر قدرت انها تحول ارض الالغام الى ارض احلام. كمان انا بشكر جدا الشركة المتحدة والاستاذ عمرو الفقي، لان ان احنا عملوا مجهود كبير جدا، عملوا تنسيق هايل مع المؤسسات والوزارات المختلفة عشان نظهر مدينة العلمين والتطوير اللي حصل فيها. كمان يمكن مهرجان في نسخته الثانية، مهرجان العلمين في نسخته الثانية اتطور كتير، بقى في افكار جديده، في حاجات مميزه. كمان بيسلط الضوء على مدينه العلمين، بيروج للاستثمار، بيروج للسياحه، وكمان بيجذب الانظار لمصر، وانهم يعني يبقى العالم كله عارف ان مصر فيها مدينه زي مدينه العلمين. مساء الخير. الاول برحب بمعالي الدكتوره منال عوض وزيره التنميه المحليه، والحقيقة أنا عايز أقول إن ملف التنمية المحلية هو ملف بيمس كل مواطن، وإحنا دورنا كإعلام إن إحنا نوعي المواطن على حقوقه وإزاي نحافظ على ثروتنا العقارية. وإحنا إن شاء الله في الفترة اللي جاية هيبقى فيه تعاون كبير مع معالي الوزيرة، وأنا بحييها كأول وزيرة للتنمية المحلية في مصر، وشكرا على حضورك السنة النهارده.